زمائي شو فكرهم. Express the function in the form f circle g. شو يعني؟ بيكون معطي اقتران معين. أوكي ما بنحط، نحط رمز الثانية على فرض h of x. تمام؟ هيكون مكتوب الاقتران بشكل معين. هذا الشكل المعين هو عبارة عن f circle g. روح طلع f تساوي كم و g تساوي كم. هذا هو المطلوب هون. h of x تساوي f circle g. بس هو مكتوب بصيغة معينة. هاي الصيغة طلي منها، يعني كانوا معطيك الإشي بالعكس، يعني f circle f circle g تساوي إيش معين. من هون طلع لي كم f وطلع لي كم g. هاي الفكرة. هون الفكرة بالعكس. تمام؟ تمام؟ أوكي. عفرت. عادية. عادية. إن شاء الله تكون عادية. إن شاء الله تكون سهل كتير كمان، مش بس عادية. طيب. شو بيحكي السؤال؟ معطيك u of t تساوي جذر وساين تي. اللي بيجي بعيط لي ليش حاطين رمز تي؟ بدي يستفزني. ليش؟ حطيت اكس، حطيت تي، حطيت دبليو، حطيت مدلين، حطيت منار، حطيت ساره، حطيت بطيخ، نفس الرمز. انت عم بتغير رمز هون بس، اللهم رح يتغير مكان الرمز. خلصنا. بس شو بتحط هون؟ بتحط بداله في مكانه هون بالاقتران. يعني يو اوف تي تساوي جذر كوساين تي. لو انا حكيت ايش بدي يو اوف اكس تساوي جذر، بس اللهم محل تي بحط اكس. هاي هي الفكره. ما حدش عيط من الرمز، طبيعي عادي. بكره يحط لك يو اوف زد عادي، حط بده اياه، اهلا وسهلا. اوكي هسا هذا الاشي يو الفانكشن الجديد هاد، انا عم بحكي لك انه هو عباره عن اقتران مركب. الاقتران المركب هو عباره عن جذر كوساين تي. تمام؟ طلع لي كم قيمة f منه وكم قيمة g منه. في حلين، وفي حل للأمانة أنا كثير مضحكني. ليش؟ لأنه بدوش ذكاء، بدوش حدا يفكر، خلص أنت بتحط وبتمشي. كيف قصدي؟ شو هذا الحل الأبسط؟ نيجي للحل الأبسط بعدين هنشغل مخنا شوي. بتروح بتحط f تساوي t، طبعاً لأنه الرمز هون t. بتروح على g بتحط الجواب هذا كلياته، صفي جذر كوساين t. معقول يطلع صح؟ بس هو غصب عنه راح المفروض يطلع صح. تعال نجرب. f سيركل g تساوي f ل-g، g اللي هو جذر وساين تي. تمام؟ وعوض محل كل تي هذا الحكي، فبصفي نفسه جذر وساين تي. هل هاد نفس هاد؟ مفروض نفسه صح؟ واضحة ولا مش واضحة؟ أحكي لكم ضحكني الأسلوب هذا جديد. طيب عيد سريع. أنا مش فاهمين، أنا ما ضحكناش. مش فاهمينها؟ طيب. أوكي. طب يعني عادي نحل على هاي الطريقة؟ طبعاً ما حدش بيحكي معك. مش تخلوهم، عاد تفهم بدك إياها. لأنه أنا فاهمتها يعني، بس إنه مش عارف ليش مش عارف ليش مضحكني الموضوع. مضحكني لأنه بزبط لكل الاقترانات. يعني انت تروح مباشره تحط لهم f of t تساوي t او الرمز اللي بيكون هون، بعديها g of t تحط لهم الجواب اللي اصلا هو حاط لك اياه يعني جذر الكوساين هذا، او يعني بشكل عام تحط لهم انه f الرمز تساوي نفس الرمز، بعديها g الشيء اللي حاط لك اياه هون، هذا اللي هون تحط لهم اياه. تمام؟ عشان هيك انا بضحك، يعني شيء بدوش تفكير، خلاص مباشر. تمام؟ هسا أنا بس كنت بثبت لكم إنه f سيركل جي تساوي كم. هسا هي نفسها f بفتح قوس لجي اوف تي. تمام؟ f خلي ليها نفسها، عوض جي اوف تي جذر كوساين تي. طيب عوض محل كل تي بf، هيها محل كل تي بf، عوض اللي داخل القوس اللي هو جذر الكوساين، نفسه تطلع جذر كوساين تي. تمام؟ اللي هو هذا نفس اللي طلع معنا. خلاص هذا أول طريقة. طيب أنا ما بديش هاي الطريقة، بالطريقة الثانية. في حد بحب يقترح علي؟ شوفوا انا مش طالب منكم يكون الجواب صح، بس انا طالب منكم نجرب. هي جي اوف تي. اوكي في حد دخل جديد بس ثانيه. اوكي هي جي اوف تي، هاي الطريقه الثانيه ممكن. يلا دانا جربي معي. هلا هون احنا بدنا نعوض جي للتي في اف تي صح؟ هلا اذا حطينا مثلا جي تي بس تي و اف تي جذر تي، بزبط؟
بس ثواني، اللي فاتح المايك بس لو سمحت تطفوه. طيب يلا دانا، كم فرق؟ هاي جذرتي، هاي جذرتي، جي لتي كوساين تي. اوكي دانا فكرت تفرض الجذر للرمز، بعديها جي اوف تي كوساين تي. تعالوا نجرب عشان نتأكد هل دانا صح ولا لا. اف سيركل جي المفروض غصب عنا يطلع نفسه، هاد يو اف تي نفسه يطلع اف سيركل جي لانه هو طالب بحكي لك اف سيركل جي نفسه الاقتران هاد، تمام؟ طيب اف سيركل جي تساوي اف له قيمة جي، جي اللي هي كوساين تي، بدرجع على الاف اعوض محل كل تي كوساين تي، يعني بتصفي جذر محل كل تي كوساين هالكوساين. هل طلع نفس الجواب؟ طلع نفسه. اذا هل صح، هل دانا صح 100%؟ يعني f هيطلع عندي جذر t، g of t هيطلع عندي cosine t، فلو اجي اعملهم على f سيركل g ل t تساوي f، لا g of t عوضت قيمتها كم طلعت اللي هي cosine. هسا باجي اوجد f للكوساين محل كل t ب f، بدي اعوض ايش؟ cosine، فبتصفي جذر cosine t. هل الجواب اللي طلع معي نفس الاشي الاصلي؟ طبعا طلع نفسه، اذا حل دانا 100%. طيب الثاني، هاي الثاني tan t على 1 plus tan t. بليز حد يرفع يحل لي بالطريقة السهلة اللي قبل شوية أنا ضحكت عليها. هي طريقتين تمام؟ f t بتطلع t والباقي بحط الجواب. f t تساوي t، طيب كم يعني بيطلع g of t؟ tan t على 1 زائد tan. بالضبط، هاي هي الطريقة السهلة يا جماعة. خلص شو مناش طريقة ثانية، خلص خلينا هاي. هو هاي خلص مباشرة، هديك بدك تحك دماغك شوي بس. طلع نتأكد. دائما أنا بختار الطرق الأسهل مش الأصعب في الحل. أوكي أنت عكسنا، إحنا طبعا الرياضات نختار الأصعب، تمام؟ لأنه الأسهل كل ماشي عليه، ما بنحب نمشي زيكم، ما بنحب نمشي زي اللي بيمشي سريع يعني بس. طيب احنا امتحاناتنا الكترونية والوقت محدود، فيش مجال نروح للأصعب نهائيا. طيب انا احكي لك، اذا ضع دائرة الموضوع شوي مش سهل. ليه؟ لانه ممكن ما يجيب لك هذا الخيار، يعني مع احترامي هذا الخيار مفروض يعني كبني ادم بحط امتحان ما يحط لك شيء اساسا، تمام؟ لكن اذا طالب بحل، انت حل بعطيك واجب مثلا وحل، حل بهاي الطريقة اوكي ما عنده مشكلة اكيد. لكن اذا ضع دائرة منطقيا كدكتور مش حيحطه، بضع دائرة هاد ليش؟ بدي اياك تشغل مخك. طيب بدنا نتاكد بس اذا الجواب صح. جي اوف تي اللي هو تان تي على 1 زائد تان تي، بروح بعوض ب اف محل كل تي تان تي بلس 1، اذا بطلع نفسه لانه ما فيش غير تي اساسا، اذا تان تي على 1 بلس تان تي، تمام؟ اذا جوابنا صح 100%، هاي هي الطريقه السهله. طب انا ما بديش الطريقه السهله، بدي حد يفكر معي عادي ونجرب مع بعض، مش شرط جوابك يكون صح. ممكن حدا، طب شوي في حد حاب يحكي غير دانا؟ عشان اذا لا نخلي دانا تجاوب. اوكي شوي شوف اذا في حد رفع ايده. لا فيش حدا حاب يشاركني. والله ما باكل حدا وحياة الله، بس بدي نجرب مع بعض عشان احنا جوعانه والمحاضره عليك اخلاص. لا هو جعان مش رح اكل بشرة. بالعادة. ما في حد حابب؟ طيب حسلم امري وخلص. يلا دانا جرب. بعينك الله صدق. المهم هلا اف تي نخليها تان تي، وجي للتي تي على 1 زائد تان تي. تي على 1 زائد تي. تمام. هل تنجرب هالحكي هو F circle G؟ هل حيطلع معنا الجواب اللي طلعته دانا نفس الجواب اللي بالأصلي؟ عشان يكون صح حلها صح لازم شو اسمه يطلع نفس الجواب. F لا G of T دانا حكت T على 1 plus T. طيب بدي أعوض ب F T محل كل T، هذا المقدار كامل محل كل T هون بعوض، اذا هتصفي تان محل كل تي تي على 1 زائد تي. اوكي هذا نشوف نتاكد وين هو، هاد
then okay then شكل العكس صح بالضبط بالضبط لا مش بالضبط ما طلع الجواب هيو ما طلع حد نفس هذا طيب نجرب نعكس اللي كتبه في دانا نجرب نشوف كيف راح يطلع هات نشوف اوكي نجرب شو ورانا يلا نجرب نحط دانا حطت الاف وعباره عن تانتي هذا خليه هون تانتي هون لو حطينا اف اللي هو تي على واحد زائد تي زي ما حكيت قبل شوي تمام هات نجرب اف سيركل جي تساوي اف لا جي اوف تي اللي هي تان تي هون بتصير بنعوض تان تي محل كل تي بالضبط بتصير تان تي على بتزبط هاي الفكره بالضبط هاي تان تي محل كل اف محل شوي محل كل تي حاول تان تي اذا بتصير تان تي على واحد بلس تان تي هل طلع معي الجواب اللي هون نفسه هاد؟ اذا جواب دانا هون صح المرة الأولى دانا ما كانت موفقة باختيار F و G فكرت والطبيعي هذا يعني كتير ممتاز إنها قدرت تقول الاقترانين إيش هم هيك بنظرة سريعة على الاقتران الأصلي تمام؟ بس ما كانت موفقة بإنه عكستهم البداية ولما حلينا نتأكد ما زبطش معنا هو الحلو هون إنك أنت تقدر تعرف جوابك صح ولا لا لما تطول F ولما تطول G بتروح تعملهم F سيركل G إذا جوابك صح المفروض يطلع الجواب اللي هو حط لك إياه بالسؤال نفس الجواب اللي أنت طلعته إذا ما طلع نفسه معناها يا بتقلبهم يا بتغير F و G F و G تمام؟ أوكي شوف شو ضل أوكي السؤال هذا حلو Let f and g be linear functions with equations f of x equal m1x plus b1 and gx equal m2x plus b2. Is f circle g also a linear function? If so, what is the slope of its graph? شو يعني؟ f و g عبارة عن linear functions. طيب يا جماعة متذكرين شو صيغة الاقتران الخط العامة؟ ax زائد b. ax plus b. هاي الجنرال فورم لللينير تمام طيب ايش السلوب يا مهيب ايه ممتاز لانه السلوب هو عباره عن مشتقه ومشتقه الاكس بس بي هو عباره عن ايه اذا نجيب برايم لهذا تساوي ايه اللي هو نفس السلوب طيب بحكي لك انه اف عباره عن اقتران خطي معطيك ايش صيغته ام1 اكس بلس بي1 ومعطيك جي اكس هو برضه اقتران خطي صيغته ام2 اكس بلس بي2 بحكي لك هل لو عملت F circle G الجواب رح يطلع linear ولا لا؟ عشان يطلع linear لازم يكون على هاي الصيغة باختلاف بهمنيش كم تطلع A ولا بهمني كم تطلع B بس كصيغة عامة المفروض يطلع هيك هل إذا طلع linear بتعرف تقدر توجد السلوب ولا لا؟ طيب F circle G طبعاً أوكي خلينا نسأل حد يحب يشارك؟ يجاوب؟ هينا من شارك يلا مهيب F circle G كم؟ F في G للX أوكي G للX ممتاز بعوض G للX اللي فوق كم هي اللي هي M2X بلس B2 حلو بعدين برجع بعوضها في F في الX أوكي شو بتطلع اللي هي بتصير M1 افتحي كوس حطي بين كوس ممتاز محل كل X مهيب عم بيعوض أوكي محل كل X حيعوض محل كل اكس بي اف مهيب حيعوض المقدار اللي جوا القوس هذا كلياته ممتاز مهيب هصفي عندي اللي هي ام2 اكس بلس بي2 بلس بي1 بلس بي1 ممتاز اللي هي نفسها ام1 في ام2 في اكس بلس عم بوزع بس ام1 بي2 بلس بي1 مهيب هل هاي على صيغه اكس بلس بي الأولى لا شوي هذا الجواب اللي طلع هل بقدر أكتبه على هذا الشكل؟ يعني هل بقدر أحكي A تساوي إشي معين و B تساوي إشي معين وأروح أحطه بعبارة عن AX plus B؟ لا ليه؟ بضبط مهرمال الرقم يعني بصير رقم في رقم بX ورقم بي يعني نفس الصورة صح؟ حتطلع نفس الصورة ليش؟ لو فرضت A يا مهيب الأشياء اللي مع X هاي الأمور اللي مع X أنا فرضتها A هاي كلياتها اللي هي M1
في قيمته. ولو فرضت بي اوكي بي تساوي قولوا نكتبها بي كابيتال احسن صح، هي بي كابيتال، بي كابيتال تساوي اللي هي اللي ضله، هاي اللي ضله اللي هي ام1 بي2 بلس بي1، ما هي هاي كلها ارقام، ام1 رقم وبي2 رقم وبي1 رقم. ما هو شوف اكس هي طب ليه بدي افرض انا؟ ليش بدك تفرض؟ عشان هون شوف شو بدي اسهل لك اياها عشان تعرف. هل هاي هسه هون بقدر اكتبها على شكل a x plus b؟ لو عوضت a هون بتصفي m1 في m2 في x plus عوض b هون بتصفي m1 b2 plus b1. هل اللي انا طلعته نفس هاد؟ بالفرض بطلع نفسه. طيب بالضبط. انا مو انا ليه فرضت؟ عشان اسهل لك التفكير بس. طالما يا مهيب طلع ركز معي، طالما في عندك ثواني بس اوكي، طالما في عندك مقدار مضروب باكس زائد مقدار ثاني خالي من اكس، معناها هاد رقم وهاد رقم باختلاف، هذا الرقم عبارة عن مجموعة ألف رقم بهمنيش، وهذا الرقم عبارة عن مجموعة طرح ألف رقم بهمنيش، بس هل أنا بقدر أشوف رقم مضروب بإكس أحصره بقوس مضروب بإكس تمام، ورقم تاني مجموع أو مطروح ما بهمني، يعني هو إذا طرح هو عبارة عن مجموع السالب، يعني هتطلع السالب مش قصة يعني، أو السالب موجب مش مهم. هل في هون أرقام ثوابت بعيدة عن x؟ هسمى إشي مضروب بx هيو واضح، هذا مضروب بx حطه بالأحمر، هاي هذا مضروب بx، وM1 في M2 أرقام. طيب اللي ضلوا في إشي منهم مضروب بx؟ لا، اللي ضلوا بس أشياء ثوابت. إذا هاي الثوابت لو سميتها b والمضروب x سميته a، إذا بقدر أكتب على شكل ax plus b هيك أحسن ولا ما وصلت؟ أوه. أوكي. إذا أنا قدرت أكتب F circle G على شكل AX plus B، إذا هو لينير. F circle G طلع معي لينير. طيب كم سلوب؟ واحد في M2 إلا هي A. طيب كم واحد في M2 يعني؟ واحد؟ أم واحد في شوي إيش حكيتي عشان يمكن مش سامع منيح؟ ام واحد في ام اثنين. ممتاز، ام واحد في ام اثنين اللي هي اللي احنا اساسا فرضينها ايه، اللي هي يا جماعه معامل اكس، لانه انا بس اشتق اف سيركل. اوكي لما اشتق هذا المقدار بغض النظر ايش راح يكون، لما اشتقه مشتقه هي عباره عن بما انه خطي حتكون معامل اكس. كم معامل اكس؟ ام واحد في ام اثنين اللي هي نفسها هون جي الجنرال فورمولا اللينير فانكشن هي ax plus b، لما اشتقيته اللي هو نفس السلوب طلع معي a، وانا a اساسا فرضتها m1 في m2، اذا السلوب m1 في m2، خلاص خلص السؤال. واضحه؟ واضحه. طيب ركزوا معي هون شويتين اشوف. اوكي معطيني f of x بوجد الاولى اللي هي g f x. طب حبي حبي بس مهيب والله بتشارك بس اصبر. f of x معطيني اياها x plus 4، h of x معطيني اياها 4 x minus 1. find a function g such that g circle f equal h. شوفوا هون بلش يلعب بالأسئلة، يعمل اللي بده اياه. اقولكم احلى ما بخيله يركبوا طالما احنا فاهمين. g circle f تساوي h، معطيني كم قيمة f ومعطيني كم قيمة h، بده يعني أوجد كم قيمة g. طيب g circle f تساوي h of x هاي معطى، معناها أنا لو أحط g لا f of x تساوي h of x. طيب g لا كم قيمة f of x؟ x زائد 4 f x x زائد 4. كم قيمة h ال x؟ 4x ناقص 1. ممتازين، حلو كتير. شوفوا شو المقلب هون، المقلب انه انا بده اياني اوجد، انا بقدر احط انه زد بيساوي او اي عنصر اكس زائد 4. ممتاز، وبعوض انه اكس بخليها طرفي وبعوض محلها وخلص. هاي الفكره تماما هون. انا بده اياني اوجد جي اوف شيء رمز معين، انا مثلا فرض طلع هسه انا هون
تتذكروا بالزمانات كنا نحط هون جي اوف اكس وبعدها يطلع معي مثلا هون اكس بلس 4. شو كنت احكي لكم؟ محل كل اكس في جي هون محل كل اكس اجي اعوض اكس بلس 4 لداخل قوس كامل، تمام؟ لاحظوا معي اني انا بالاصل كان عندي الاقتران جي اوف رمز معين، تمام؟ نفس القصه هون، الفكره انه انا بدي اوجد ايش القاعده الاساسيه هون اللي خلتني لما اعوض اكس بلس 4 محل كل اكس يطلع مع الاقتران 4x ماينس 1. شو ما هي الاقتراح؟ مهم اقتراح انه انا افرض كل اللي داخله هون افرض رمز معين. مثلا مهم فرضوا زد، زد تساوي اكس بلس 4. بكلكم مهم الخطوه اللي بعدها خذوا اكس موضع القانون، اذا انقلوا البلس 4 الطرف الثاني. بصفي اكس تساوي زد ماينس 4. ماينس 4. اوكي. زد ماينس 4. طيب. الخطوة اللي بعديها أوجدوا جي لزد للي فرضها اللي هي نفسها جي لإكس بلس 4، تمام؟ هاي نفسها وتساوي جي لزد، هيها اللي هي نفسها جي لإكس بلس 4 كم قيمتها؟ 4x ماينس 1. طيب 4x ماينس 1 بدي أحولها بدالة زد، ليش؟ بدي هيها عشان أرجع جي أوف زد ينكتب، يعني ما شوفها إذا جي أوف إكس الجواب بيطلع فيه إكسات، جي اوف واي الجواب اللي بده يطلع فيه وايات، جي اوف زد الجواب اللي بده يطلع فيه بالزد، تمام؟ طيب انا حمشي خطوه خطوه. جي اوف زد تساوي نفسها اللي هي جي اوف اكس بلس 4، بس انا بدي اخلي الجواب يطلع بدلاله زد، شو بعمل؟ محل كل اكس هون بطلع اللي انا خليته اساسا موضوع القانون، اللي هي اكس بدلاله زد كم تساوي؟ زد ماينس 4، يعني صافي 4 في زد ماينس 4 ماينس 4 في ماينس 1 الاصل، هيا ماينس 1. شو بصفي؟ 4z ماينس 16 ماينس 1 اللي هي 4z ماينس 17، صح؟ طيب طلع معي الجواب. اوكي هون حاطط y وهون انا حاطه z، تفرق؟ لا لا، جيل البطيخة نفسها جيل y نفسها جيل z نفسها جيل x نفسها جيل اي رقم طالما المتغير انت بتمسكه وبتعوضه محل كل مكان المتغير في الفانكشن نفسه بيطلع. يعني هون نفسها 4y ماينس 17 نفسها كان بس بدي توضح لها هاي 4 نفسها لو حطيتها دلاله x انا بدي ارجع الاقتران دلاله x بس دلاله x نفسها 4x ماينس 17 لو دلاله h 4h ماينس 17 بدي اعرف وصلت ولا عيد لانه تقريبا هدول اصعب الافكار أصعب الأفكار مهيب أنت فاهمها فأسكت شوي أصعب الأفكار اللي ممكن تمر عليكم تقريبا عيدي أساسا توقعت صراحة توقعت فحاضر حاي هو هذا الطبيعي إنه عيد لأنه السؤال صراحة بده ناس مفتحة صح سحمة يلا شوف السؤال كمان مرة نطلع فوق نشوف السؤال إيش بيحكي يلا السؤال بيحكي كالتالي السؤال بيحكي اوكي صح يلا معطيني صيغه f of x تساوي x plus 4 معطيني صيغه h of x تساوي 4x minus 1 بيحكي لي لو انا عندي g circle f لx تساوي h of x أنا معطيكي هو بقول لك السؤال معطيكي قيمة h كم ومعطيكي قيمة f كم وجدي لك كم قيمة g هاي السؤال أنا بلشت أمشي نفس ما أنا كنت فاهمة بالتعريف g circle f بإعادة التعريف بتطلع g بفتح قوس ل f of x تساوي h of x مفروض لحد هون متفقين نفسها g بس بدي أعوض قيمة f of x كم اللي هي x plus 4 وتساوي h of x بعوض قيمتها 4x ماينس 1 هون انا اللي بعرفه المفروض خلص يعني انا هون خلص طبقت اللي بعرفه الخطوه اللي بعدها هي اللي شوي بدها ذكاء شوفوا شو السيستم اللي بنمشي عليه بده قاعده g of x الاصليه كم اللي لو اعوض محل كل x x بلس 4 راح يطلع عندي الجواب 4x ماينس 1 ركزوا بدي جي اوف اكس الأصلية كم؟ إيش المقدار؟ اللي لو عوضت مكانها
x بلس 4 يعني هون x بلس 4 وضعت محل كل x x بلس 4 راح يطلع جواب x بلس g of x بلس 4 4 x ماينس 1. أنا بدي أكتشف القاعدة اللي هون. إيش هي القاعدة؟ يعني أنت بتشتغلي على قاعدة g أوكي g الشكل تساوي رقم. أنا حكيت لك g الشكل بلس 4 تساوي هذا المقدار. أنا بدي جي الشكل كم قاعدتها؟ هاي الفكرة. فهمت كيف؟ مدلين؟ عشان مدلين سألت. فهمت كيف؟ يعني أنا بس الفكرة هون أنا وصلت خلاص خلصت لهون الإشي اللي أنا بعرفه طبقته. صفة عندي. أنا بدي يعني أوجد جي. بس ما بدي يعني أوجد جي لإكس بلس 4، جي لإكس بلس 4 خلص هي موجودة 4 إكس ماينس 1. أنا بدي يعني أوجد القاعدة الأصلية لجي اللي فيها بس رمز واحد. بحيث لو أنا عوضت محل الرمز هذا x بلس 4 يعطيني الجواب 4x ماينس 1. هيك أحسن؟ يا رب ما متمشي بسمة يا رب تمام. هسا هون فكرة إن أنا كيف دق يوش هتفكر تمام. أنا كيف بدي أجيب القاعدة الأصلية؟ فهمتي؟ خلاص تمام الحمد لله. كيف بدي أجيب القاعدة الأصلية؟ لما أنا طالع معي الجواب لجي إكس بلس 4 تساوي 4x ماينس 1 ولا إشي. مهم بقترح علينا أمشي بسيستم معين، وهذا السيستم اللي بنمشي عليه إحنا بالحل. لما يكون طالب مني القاعدة الأصلية شو بعمل؟ بفرض ما داخل القوس رمز معين. إيش رمز بتحبي تستخدميه يا مدلين؟ افرضي لي أي رمز بدك إياه من A إلى Z. افرضي شو بدك، بس استثني الإكس عشان هون في إكس بس. إيش بتحبي نفرض رمز؟ حتى نشوف شو بتحبي رمز. I. حاضر I. هاي I. I تساوي X بلس 4. الخطوة اللي بعديها بس أفرض، أنا فرضت مداخل القوس. بعد ما أفرض مداخل القوس، ثواني خليني أرقم الخطوات عشان نضل مع بعض. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إني أنا بدي أخلي x كم تساوي من هون، من هاي اللي بنجمة بدي أخليها x موضع القانون. طيب ولا إشي، x تساوي من هون اللي هي i minus 4، هاي i minus 4 تمام. طيب لو أنا رجعت للاقتران الأصلي g of، أنا إيش فرضت لx بلس 4؟ أنا فرضتها i، إذا g of i. g of i نفسها g of x plus 4، بس أنا اللي بدي أعمله إن أنا بدي أوصل لإشي يكون بدلالة i. طيب كيف بدي يطلع معي إشي بدلالة i؟ بالجواب ل g x plus 4 هذا الجواب، بس محل كل x بدي أحط كم قيمتها أساساً؟ ما هي أنا ما خليها موضع القانون، هاي اللي هون هاي موضع القانون. g of i تساوي 4 في x كم قيمتها من هون؟ i minus 4، هي i minus 4 اوكي. وفي minus 4 من الاصل ولا minus 1 يا جماعه؟ اوكي i minus 4 وهون في minus 1 تمام. هي بالاصل بس عوضت محل كل x قيمتها اللي هي i minus 4. ليه؟ لان انا عندي g of i بدي يطلع الجواب معي بدلاله i بس. اذا 4i ماينس 16 ماينس 1 وتساوي 4i ماينس 17. هسه بس الفكرة انه انا لانه إله من الاساس بتعامل معي مع g of x بلس 4، لانه بس هون بس الفكرة انه انا بتعامل معي دلالة x بس اللي طلع معي هون بدي احول الرمز اللي فيه. انا طلع معي g of i صح؟ الرمز اللي فيه هاد i بدي اخليه g of x بس، فبطلع معي الجواب g of x عوضي محل كل i x اللي هي 4x ماينس 17. خلاص هاي القاعدة. هيك أحسن؟ واضح ولا مش واضح؟ ضل علينا سؤال بقى سريع. مدلين هيك أحسن وضع؟ شوف أوكي واضح جدا حلو الحمد لله رب العالمين الحمد لله. أوكي يلا سريع. أوكي ضايل معنا 8 دقائق نخلص فيهم آخر سؤال. يلا بسم الله الرحمن الرحيم آخر سؤال. شو بحكي معنا؟ شو بحكي لنا آخر سؤال؟ نطلع شوي. سؤال بحكي، هذا السؤال كتير حلو،
تقريبا سألت عنه جزء دين برضو اليوم بس طريقة تانية. بحكي لكم إذا جي أنا عبارة عن odd function، تمام؟ إيش يعني أنا لما أحكي جي is odd؟ شو معناها؟ يعني f سالب x بيساوي سالب f. ما شاء الله لي حافظين. مهيب. هذا لما أنا أحكي f odd بس أنا عم بحكي عن رمز تاني g odd، شو معناها؟ شو فرقة؟ شو فرقة؟ فرق الرمز بس. يعني لما أنا أحكي f odd معناها f minus x يساوي سالب f x. طب لما أنا أحكي g odd شو معناها؟ نفسها. g minus x تساوي minus g x بس. يعني بدل f حط لي g بس، هاي الفكرة قصدي. فهمت علي؟ لأنه g اللي odd مش f اللي odd. فاهم فاهم. ما أنا عارف إنك فاهم. أوكي. الخطوة اللي بعديها إيش؟ بحكي لك suppose g is odd، هاي حكينا شو يعني odd. let h تساوي f circle g، معطيني h تساوي f circle g. ممتاز. is h always odd function؟ هل h دائما odd؟ معقول؟ هل لما أنا أحكي h minus x تساوي minus h x، لما أنا أحكي يعني هو شو قصده؟ لما أنت معك معلومة وحيدة إنه g odd، هل تقدر تستنتج إنه f circle g odd؟ ولا الموضوع بيعتمدش بس على g، بيعتمد كمان على f؟ هيك قصده بالسؤال. معطيك بس معلومة إنه g odd، بيسألك هل h لو شو معوضت f كانت even ولا odd رح تطلع معي h odd؟ هاي السؤال. منطقياً شو منطقياً أجي أعمل؟ أجي أختبر. يمكن ممكن ممكن لا. أنا بدي أجي أختبر لو كانت f even و f odd. حس إذا اثنين بكو odd دائماً بطلع even. شوي. إذا أنا عوضت محل f even، حطت مرة even ومرة odd وطلع f circle g دائماً odd، معناها h odd بكل الأحوال لو شو ما حطيت g، لأنك أنت أخذت حالة even. يعني أنت حتاخذ تيجي تعمل هون تاخذ حالة f تكون even ومرة تاخذ ل f تكون odd. إذا طلع معك هون إنه ل f circle g طلعت معك من لما تحط يعني لما تحط f even هون، أنت معك معلومة f even و g odd. لما تعمل f circle g طلع معك إنه odd، زائد لما تيجي تعوض ما f كمان مرة تحطها odd و g أساساً odd، طلع معك الجوابين هون odd وهون odd. إذا طلعت اثنين odd معناها الحكي صح، معناها h odd. هيك قصده، هيك قصده. طب المفروض هسه شو أجي أعمل؟ أجي أخذ حالات ل f وأشوف شو بيطلع معي. تعال ناخذ تعالوا ناخذ مع بعض حالات ل f. طيب تعالوا هون ناخذ h of minus x، شو هي اللي هي أوكي اللي هي f circle g ل minus x اللي هي f ل g of minus x. حطيت بس البقية داخل قوس. طيب أنا بعرف من فوق، نحط ببالنا هاي المعلومة g of minus x تساوي minus g x، بس تعال طبق ليها هون اللي هي f of g minus x تعود محلها minus g x. هاي المعلومة معطى لأنها g odd. بقدر أطلعه برا السالب صح؟ هسه بدي أكسر راسك. مهيب لو تعملها، لو أنا حكيت f ل minus g x هشوف بدي أختبر إذا f odd ولا even. إذا شوف إذا f odd معناها f ال minus g ال x كم تساوي يا مهيب؟ إذا f odd يعني كأنه شو بتعمل؟ سالب السالب اللي جوا. سالب السالب؟ لا، سالب f بين قوسين سالب g ال x. والله هيك جد حلو، ممتاز مهيب ما شاء الله. لما أنا أجي أحكي f الماينس واي، لا بلاش، انا احكي اف اود تمام واحكي اف الماينس واي كم تساوي، بما انها اود شو لازم تطلع مهيب؟ بما انه اف اود هون كم لازم تطلع؟ سالب اف الواي. طيب روح افرض لي جيل اكس هي واي استاذ مهيب، نفس الاشي بس بدون السالب. بدون السالب اللي جوا. انتبه، ما تفكرش حالك مش عامل مصيبه، لا مصيبه اوعى. اوكي، بما انه قد يا جماعه، اذا اف الماينس جي الاكس بس اللهم بطلع السالب برا، نفس اف الماينس واي، يعني هي نفسها ماينس اف الواي. هذا لما متى؟ لما اف قد. طيب اف
لجيل اكس كم هي بالاصل؟ h of x equal f circle g اللي هي نفسها f لجيل x. إذا لما أنا جاي أحكيكم f لجيل x كم تساوي؟ h لx. h لx ممتاز. إذا أنا بلشت حكيت h minus x وصرت هون لminus h لx، هذا الحكي هون معناها h odd هون بهالحالة. طيب نأخذ الحالة الثانية، إذا كانت f is even f الماينس جي أستاذ مهيب كم تساوي؟ شو؟ f إذا أنا معطيتك معلومة إنه f is even تمام؟ f ماينس جي كم تساوي؟ لا ماينس جي للإكس f الجي ممتاز الحمد لله ما غلط فيها، هي نفسها هون f للجي للإكس. طيب لما أنا أحكي h of x equal f ونفسها h x بالضبط f لجي x ممتاز، إذا هاي نفسها h of x، يعني أنا بلشت ب h لماينس x وصلت نفسها h of x، هذا معناها even ولا odd؟ يعني مش دائما odd. طيب هاي الجملة إيش معناها؟ h ماله even ولا odd؟ h لماينس x تساوي h x شو معناها؟ even even ممتاز اوكي هيك ممتاز is هون هون is odd هون h is even. اذا مش دائما h بتطلع odd لما هو معطيني بس معلومه عن g انها odd، لازم يتاكد يعطيني معلومه عن f عشان اقدر احكم تمام. هذا اللي بستنتجه من هذا السؤال، اللي بستنتجه من هذا السؤال يا جماعه انه هو اذا اعطاني معلومه عن احد الاقترانين انه odd وراح بيقول لي انه اف سيركل جي طلعت اود، بهمنيش حكى لي عن واحد منهم انه اود، واحد منهم بقدرش احكم انه اف سيركل جي دائما اود، لا مش شرط، طبعا مش شرط، لازم اروح افحص الاقتران الثاني. الاقتران الثاني كان اود ساعتها السيركل اود، يعني اود سيركل اود حيعطيني اود، بينما اذا كان الاقتران الثاني ايفن لا حيطلع معي جواب السيركل ايفن. هاي هي فكره السؤال. انتبهوا كتير منيح لهاي الفكرة لأنه أنا حجيب عليها سؤال بامتحان اللي حنعمله تمام؟ واضح السؤال؟ إن شاء الله إن شاء الله أوكي هيك، يعطيكم العافية، نوقف التسجيل.